خرجتي فلوس العيد ما قلنا والو، زدتي خرجتي فلوس عطلة الصيف من عندنا كريدي وما قلنا والو، ودابا جيب وجهك حمر باغي تخرج فلوس المدرسة والحساب عندك فيه ناقص، ياك ما يصحابك كتخلص في كندا، راه خلص المغرب هذا، سيمانة وكيساري، والتقضية وما تكفيك. ما صيتش ولينا دمنا، لا غنقول لكم دعيناكم الله شي حاجة أكثر من دعيناكم الله، هادشي اللي كديروا فيه بزاف، واش حنا كنا كنديو معنا 4000 ولينا كنديو معنا 70 درهم، اش غنوكلوا ولادنا؟ اش غنوكلوا والدينا؟ قهرتونا، لا إله إلا الله. واش بغينا نقولوا لي راه كاين الموت؟ هادشي اللي كدير فيه راه عيب. راه عيب وعار، قهرتينا قتلتينا، راه شي حاجه غنوصلوا لشي حاجه ما كايناش، راه بنادم غيبدا ينتحر، راه فيق صباح دير شي قنبه حط شنق بها راسك وسير بحالاتك، هادشي اللي غادي يكون ان شاء الله. خاصك تدخل للدار، خاص الدراري الصغار خاصهم، المدام خاصها، في الاخر شنو كتبقى تشوف اش غدير؟ راه المشاكل هادشي كثرات، راه بزاف، راه عيب وعار. انتهى رسميا الصيف، ومن هذا المنبر بغيت نشكر كاع الناس اللي ساهموا في كريساج المغاربه طيله هاد الشهرين. ونبدا بالشكر الكبير لشركه المحروقات اللي خلاتنا حتى الصيف وهي تطلع الاثمنه بدون ما تكون حتى زياده دوليه ثمن البترول. وما ننسى الشكر لاصحاب الفنادق والشقق المفروشه اللي وصلوا على 1500 درهم واكثر لليله، بحال الى المواطن المغربي كيتخلص 10 المليون في الشهر. ما ننساو نوصلوا الشكر ديالنا ايضا لبعض اصحاب المطاعم، وهنا ما كنعممش، اللي طلعوا الاثمنه على خوتهم المغاربه واستغلوا هذه الفتره باش يراكموا الارباح. الشكر ايضا موصول لموالي الباركينغات غير قانونيين اللي كريساو المغاربه وفين ما ضربتي فتم الكريساج. نفس الشكر كيتقاسموا معاهم اصحاب باراسولات اللي احتلوا الملك العمومي وما يمكنش تجلس حتى تخلص لهم ثمن مبالغ فيه. الشكر كل الشكر للحكومة ديالنا ولوزارة السياحة على هذا الصمت المريب اللي دارت طيلة هذا الصيف، فعلا تستحق الجائزة الذهبية للصمت وتشجيع الزيادات. ونحن الآن على أبواب الدخول المدرسي، ماذا عسى نقول لكم؟ سمحوا لي نبشركم أن الزيادات غادي تستمر، وغادي يستمر مع الصمت ديالنا. وانت عزيز المواطن، لك الله ولك الزيادات ولك الحكومة اللي في الحقيقة ليست كحكومة السويد ولا حكومة أي دولة من الدول اللي نعرفوها اللي كترف بالمواطن ديالنا، ولا حتى الحكومة ديال إسبانيا اللي هي في الجنب ديالنا واللي المفروض تعاون المواطن في مجموعة من الفترات، وخصوصا فترات الصيف، فترة الدخول المدرسي. اليوم هي شوفوا معايا واحد الكرونولوجيا، طلقونا موالين المازوت وليسانس، طلقنا الصيف قبل منه العيد، دابا جا الدخول المدرسي. طبعا نفس الشيء، ثقافة الهمزة، المكتبات عندهم الهمزة، المدارس الخصوصية دايرة الهمزة، ولا حسيب ولا رقيب، ووزارة التربية الوطنية والرياضة وغيرها غائبة عن تنظيم هذا المجال اللي كيديروا فيه أصحاب اللوبيات الحقيقيين، كي لوبي المحروقات. احنا زهرناكم في اللوبيات، لوبي المحروقات، لوبي الفنادق وغير والمطاعم ودوك الهيلمان ديال الصيف كله، لوبي ديال الدخول المدرسي، لوبي المدارس الخصوصية، لوبي المصحات الخاصة، لوبي ديال، وفين غاديين بينا؟ وبارك علينا من هاد اللوبيات اللي قتلونا وقسموا ظهرنا، والله يكون في عون المواطن اللي جاية في هاد الزيادات كاملة والحكومة ديالنا. أنا بعد والله العظيم اللي كنتعجب عندما أجول ولا كنشوف ولا كنقارن، كيضرني راسي. ما تبقاوش تخباو امام المشاريع الملكيه الكبرى اللي عتقاتنا وعتقات المغاربه، اما باش نجيو نتكلموا على المشاريع ديالكم نتوما فراكم نزلتوها كاملين كاحزاب في الاغلبيه في البرامج ديالكم وما طبقتوا منها حتى شي حاجه. فين هي الزيادات؟ فين هي الغاء التعاقد؟ فين هو بزاف ديال الحوايج اللي رفعتوها؟ اروهن ما درتوا حتى شي حاجه. اذا بلا ما تبقاو تكذبوا علينا، المواطن رافق وربما عاق، وأنا كنقولها لا يلدغ المؤمن من جحرين مرتين. تحياتي لكم، السلام عليكم.